الواحد بيقول له رفقاته يلا بدك تروح مشوار، بيقول له يلا بس رح البس ثيابي، انا بقول لهم بس رح البس رجلي. انا حسام من الوطن الشرقيه. انا بيوم اصابتي كان نهار جمعه، كنت بزياره عند احد الاصدقاء، عم ننسق موضوع خروج مظاهره مع مظاهره، انه كيف شو بدنا نعمل شو نساوي. كان هذا الحكي الساعه شي 11 الظهر قبل الصلاه، منطقه قريبه علينا لبلدنا. نزلت علي قذيفه، ما بعرف شو هي يعني بصراحه، دبابه موجهه هاون ما بعرف. انا شفت حالي ملقح، بس لا شعرت بصوت ولا شعرت فيها، لا حسيت فيها، ما سمعت شيء. انا شفت حالي ملقح على ظهري بس. حاولت اني اقوم واقف على رجلي، ما احسن. لما ما احسنت رجعت شفت رجلي تمام، يعني الحمد لله. يعني اول كلمه قلتها الحمد لله، ابتسمت وصرت حسيت انه الناس عم تدور على حدا، يعني انه قذيفه نزلت او الناس عم تدور على شيء. انا هون، قل لهم انا هون، الحمد لله يعني شافوني لقوني. تمام، رحت على المشفى دغري، عديت هي المرحله، المرحله اللي فيها بجوز تعمل خلل بالموضوع الشخصيه او النفسيه. الحمد لله كانت الصدمه خفيفه، يعني الحمد لله. طبعا يعني لعده امور، يعني اولا وهو اهم شيء يعني هو بوجود اهل، الحمد لله يعني صبروني على هذا الموضوع، ما انه يأسوني او حسسوني باللي انا مثلا صاير معي انه هو شيء خارج ارادتي او اكبر مني. بالعكس هو عم بحسسوني انه اللي صار معي شيء اقل من العادي من شخصيتي، انه ان شاء الله انا بتخطاه، شيء موضوع طبيعي. الحمد لله بوجود ابي وامي واخواتي الله يحميهم. ثاني شغله موضوع هدفنا، الهدف الثوري، يعني انا وجهه نظري، يعني هي طبعا بضل وجهه نظر خاصه، يعني ما بس افرض على غيري، ولكن انه وجهه نظر شخصيه الحمد لله، انه موضوعنا الثوري او هدفنا الثوري اكبر من موضوع انه رجلي او اخي او بلد، يعني بيت او عمل، يعني موضوع بلد كامل. ظليت فترة منيحة بحدود عشت الحصار التام بالغوطة من بدايته لخروجي منها بحدود سنتين، يعني بالغوطة شيء لا يوصف. يعني أنا قد ما حكيت قد ما شرحت قد ما حاولت أوصل هي الفكرة، مستحيل أحكي عن واقع شيء مر، يعني أيام مرت مستحيل أوصفها، يعني إنه هلأ أنا أحكي للناس تفهم علي، بجوز يفهم علي يلي صار له شي 5 أيام ما أكل، ما فوق يعني محط لقمة بتمه، ما شرب، بجوز هذا يفهم علي. كان هو فتح مثل مركز، مو مركز اطراف، حدا طورنجي حداد بلش يفوت بهذا الموضوع، موضوع الاطراف. رحت لعنده الحمد لله، اول طرف ركبته عنده بعربين، كان بعيد، عربين بعيد عن كفر بطنه. رحت بالميتور ركبته، طبعا طرف، بس انه هو انه انت بدك تمشي، انه انا بدي امشي بدي ركبه. الحمد لله ركبته، موجع كان كتير، تقيل كتير كان على الرجل، لأنه نصه حديد، وحديد يعني حديد، مو إنه مثلا معالج رقيق أو لا، كان حديد نظامي، كان تقيل كتير. بس أنا بدي أمشي، لبسته، ضليت عليه عدة شهور، يعني روح وإجي وكذا وشوف الناس، نظامي الحمد لله. بعد فترة كنت بالهون، يعني ما عاد حسنت عليه هون جد، ما عاد حسنت عليه من الأطراف. رجعت للكرسي المدولب، نص مشاويري بالغوطة على الكرسي المدولب، يعني كرسي
دواء؟ إيه الحمد لله بعد فترة صحة لي طلعت طبعاً مساومة على طريق يعني شبيحة مو نظام موضوع أشخاص يعني ما طلعت مثلاً موضوع صلح أو موضوع مصالحة أو لا ما في هذا الموضوع يعني موضوع مصاري طلعت هيك توصلت للشمال ومن شمال لتركيا من خروجي أو دخولي لتركيا لهون قعدت جلست بحد البيوت دور الجرحى بسموها هي لقيت الوضع ما يعني في ازدحام في بشر كتير يعني لازم نعمل حركة أنا أنصحهم يعني لازم كل واحد منا يعمل حركة ليعمل يقدم يساعد حتى اللي داخل حتى اللي هون شو بنحسن في كتير فقرة في كتير أيتام في كتير ناس محتاجة فينا حتى نحن مصابين نفسنا إنه نساعد أنفسنا إيه كانت هي الفكرة المبدئية اللي براسي يعني إنه شيء استند عليه لأنطلق لقدام هيك ضل أطمح يعني أسأل مين حدا بيشغل حدا بيقيم الحمد لله تعرفت على أشخاص عرفوني على عدة شخصيات كمان تحت مركز لرعاية المثلين ورعاية المصابين هذا الحكي من سنة وثلاث شهور صلوا من سنة ثلاث شهور زائد أنه المركز احتضن مركز صالة علاج فيزيائي صار في استقبال عدد جرحى منيح طبعا جرحى السوريين طابي حرب المركز كان يعني بيحتضن فكره انه مثلا الموضوع اخراج المصاب من سريره هو صار في انه روتين المصاب سرير اكل طعام سهر نوم يعني اذا حابب يطور شوي بحالته انه كان موضوع يتابع علاجه الصحي يعني هذا المهتم اما في ناس ما مهتمه يعني خلص فقدي امل او صارت غيرت حياتها يعني نحن كانت الفكره تبعنا بالاساس انه هو اخراج المصاب من هذا الروتين اللي عايشه هو انه انا شلون بدي اعمل شغله طلع هي الناس من جوا جو السرير جو البيت جو الغرفه الحمد لله فتحنا هذا المركز في موضوع التسليه في موضوع القراءه والمطالعه في موضوع العلاج الفيزيائي من جديد صار في غرف للإقامة الإيواء على طول مشان ما يكون في ليش لأن بالشتاء بصير عنده عائق المصاب هو عائق المطر عائق الطين عائق الذهاب والإياب للمركز أو بعده إيه الحمد لله حاولنا إنه هذا شيء نسيطر عليه استقبلنا عدة جرحى عنهم بالمركز كمنامة كمبيت دائم بيطلعوا من غرفتهم للعلاج الفيزيائي لدورتهم المقامة سواء تركي لغة تركية هي أكثر دورة يعني دورة بتنقامة عنا لغة تركية ليش؟ لأن عم بصير في صعوبة بالتعامل بين المصاب وأعضاء المشفى كلها مع المصور الشعاعي أو حتى الريسبشن الاستقبال يعني أقل شيء يعرف يقدم اسمه يعرف 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 يقول شو بده يعني شو موضوعه يعني هي أكثر دورة كنا عم نركز عليها الفرق كبير بينك تكون بركب طرف أو لا بكفي إنه إذا الأصدقاء قالوا إنه روح سيران روح رحلة أنت ما عندك مشكلة أو هن ما عندهم مشكلة يحكوا قدام منك إنه يروحوا مشوار ليش لأنه بيعرفوك أنت قادر يعني مجرد ما كانت نفسيتك مهيئة خلاص أنت في باص يلا نطلع ننطلق يعني بيعرفوا أما لما بكون أنت ما مركب طرف على كرسي من دولاب أول قصة بدي أقوله إنه هن اللي حيتعبوا معك كتير أو ما كتير شوي اللي حيكون في يعني نوعا ما نسبة ولو ضئيلة إنه للرفض إنه يحكوا بس حكي قدام منا بس لما بكون مركب طرف بيحكوا روح كذا حتى إنه بيتفائلوا فيك يعني روح أيام
انا اكثر واحد بوصفه بيناتهم لما بروح هيك شيء رحله، بحاول اتصلف، بحاول اذا في جبل اطلع، بحاول اذا في موضوع اسبحها اسبح، اذا يعني بحاول انه انا احسسهم انه مثلي مثلكم، لانه مثلا ناقص شيء او انتم زايدين شيء هيك. يعني هذا الفرق بين الكرسي والطرف. يعني الحمد لله رب العالمين هي أهم فكرة. والأهم أنه كانت عندي فكرة قبل انه انا لازم ما اقعد، يعني اي اصابتي ما تاثر علي، انه ما هون ما وقفت هون، لازم تابع لقدام انا وغيري. يعني هلا مثلا في كثير ناس بتشوفني يعني برفع معنوياتها صح تمام، يعني بقولوا ما شاء الله انه مثلا عنده بتر وطرفين مثلا عم يشتغل عم يروح عم يجي عم بيطبخ عم يجلي بتعامل معهم بسافر بروح وين ما كان الحمد لله، وبروح سيارين باخذ شباب بروح سيارين بنروح رحلات ترفيهيه على البحر وعلى البحيرات، يعني بقضنا يعني الحمد لله ما خليت ابني يعني، وبلعب طابه وبلعب سله وبلعب بركب بتور ودراجه وسياره الحمد لله. يعني عم حاول اعيش حياتي يعني ما لها علاقه طبيعي تمام، يعني لان كون مش حق نفسي يعني اذا بقول لك طبيعي، ولكن اقرب للطبيعي. قبل باسبوع خططنا لزياره احد الاطفال المصابين، بنت مبتوره رجلها شمال. خططت انا وبنات الجيران صغار اطفال يعني انه شو نساوي لهن هدايا، يعني كورنيش وقصص وحكايا الحمد لله نهار الجمعه رحنا عند زياره.